العقابيين والجمعويين وكيف ما جاو وحاضرين جميع الممثلين الامنيين ديال مدينه فاس، منهم والي الامن، منهم ديال الدرك الملكي، منهم ديال وزاره الدفاع، منهم ديال الوقايه المدنيه المسؤولين اللي كانوا الخاطئين في هذا القرار العاملي، ومنهم الباشوات اللي السيد الوالي واتخذ قرار وخرج تحت القرار العاملي باش يصف الصف الاول والصف الثاني، وهذا قرار عاملي اللي كيصف بين الصف الاول والصف الثاني، وحنا كنحملوا المسؤوليه الولايات الامن اللي ما بغاش تطبق القرار العاملي على ارضيه الواقع. انا ما تنصحني ما تنزيدوش، انا ما بغيتش نقول لكم الوقفة الاحتجاجية هنا من امام محطة القطار طبعا تحديا لقطاع تاكسي الثاني، غنحاول نطلبكم الكيفية ديال هذا الموضوع. عشرات بل مئات التاكسيات لهنا تم عقلهم هنا متابعينا الكرام في هذه الوقفة الاحتجاجية كتشوفوا. كتشوفوا شلل في قطاع الطاكسيات الصغيره الان بمدينه فاس، وقفه احتجاجيه من تنظيم سائقي سيارات الاجره الصغيره اللي كيجتمعوا هنا في محطه القطار. وكتشوفوا متابعينا إذا متابعينا إذا معكم دائما قلت وقفة احتجاجية بطبيعة الحال من تنظيم سائقي السيارات الأجرة الصغيرة هنا بالقرب من محطة القطار لاكار بيفاس. شوفوا متابعينا الكرام جميع السائقين المهنيين وجميع المؤسسات النقابيه والجمعويه والفرقاء ديال الاخوان ديالنا السائقين المهنيين ديال محطه القطار ديال الصيف الثاني، كنشكرهم اولا على هذا التجمع وعلى هذه البيات، الدعوه ديال هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي جات ثانيه مور ذات الوقفه الاحتجاجيه الاولى اللي درناها هذه تقريبا 15 يوم، نظرا لعدم التلبيات اللقاء مع الجهه المعنيه ما سمعنا وما خدينا حتى شي قرار هذه مده 15 يوم، ولهذا اضطروا الاخوان المؤسسات النقابيه باش درنا هذا النهار 12/1/2023 باش نديروا هذه المحطه هذه وقفه احتجاجيه مفتوحه، يعني مفتوحه. هذا هو الفرق اللي كان ما بين المحطه الاولى والمحطه الثانيه، المحطه الاولى كانت محدده والان المحطه الثانيه مفتوحه، يعني راه ما غاديش نتحركوا من هاد المحطه هذه او من هاد الوقفه هذه حتى ناخذوا هاد الحق ديالنا اللي مشروع، الحق مشروع ديالنا ديال هاد المحطه الوهميه او هاد المحطه الشبه قاره اللي ما كايناش. حنا راه ما نتحركوش الاخوان غير باش نكونوا دايرين يد في يد ودايرين قلب قلب مع قلب، وباش نتحنوا وباش نتضامنوا بيناتنا باش ناخذوا هاد الحق ديالنا. ولهذا الاخوان كنود نشكر السلطه الرابعه اللي كتمثل في الاعلام الالكتروني او الاعلام الكتابي او الاعلام
النداء وعلى تغطية هذه الحادث، وكنتمنى الإعلام باش ما ياخذ حتى شي تصريح من شي سائق مهني إلا مع الكتاب محليا من بعد ما نشحوا المحطة، باش ما توقع الناس تفرقة وما يبقى الناس كل واحد كيخرج بتصريح. ويسمحوا لي وكنعتذر لجميع السائقين المهنيين من أجل الإنجاح أي محطة، خصنا نكونوا متحدين وكلمة وحدة، وعندنا قرار واحد كيتفعل هو قرار 19 يتفعل بحذافير ديالو. وبالنسبة للسلطة الرابعة تاخذ صور وتاخذ صور ديال السائقين المهنيين وحنا وديال الطاكسيات والشوارع والتصريحات، الله يجازيكم بخير، غادي تاخذوهم من عند الناس اللي غادي يوصلوا الرسالة للجهات المعنية. وكنتمنى لكم التوفيق، وحنا اليوم راه ما نفكيش، اليوم راه ما نفكيش، اليوم راه ما نفكيش حتى ناخذوا هذا المحتل، هذا حق ديالنا، لأن هذا حق ديالنا ورزق وليداتنا والقدس اليومي ديال وليداتنا ما يمكنناش نسكتوا عليه. إلا كانوا شي واحد يسكتوا عليه هذه مدة، حنا راه ما نسكتوش عليه، حنا ما كنصوروا حتى شي حاجة، ما كناخذوا حتى شي حاجة. ونزيدكم، والناس اللي كيبغوا يطعنوا في الدراري ديال لاكار كيشوهوا لهم السمعة ديالهم، هذيك باختصاصات الأمن ماشي باختصاصات شي جهة أخرى. إذا كان الأمن كيقبض العصا من الوسط راه يعرف يحقق معنا، حنا يعطيونا الحق ديالنا. من هاد الجهة كنناشدوا وكنطلبوا من ولي الأمن باش يدخل بسرعة من أجل إعطاء الحق، حنا بغينا الحق ديالنا، ما بغينا حتى شي حاجة، ما بغيناش ناخذوا الظلم، ما بغيناش ناخذوا شي حق اللي ماشي ديالنا. أنصفنا ولي الأمن، أنصفنا الوالي في الجهة، ويصفنا رئيس مجلس المدينة اللي جاي في السير والجولان ديال المحطات، المحطات الوهميين اللي كاينين في ربوع مدينة فاس في المجال الحضاري، اللي كاينين خمسة ولا ستة شبه قارين، كنطالبوا باش يتحيدوا بصفة نهائية، هاد الفيروس يخرج ويحترموا المحطات القارة ديالهم اللي كتبدا من نقطة الانطلاقة إلى نقطة الوصول. وتحييكم كاملين الشرفاء الأعزاء، وكنشكركم، وزيدوا عطوا الإخوان ديالكم، زيدوا عطوا الإخوان ديالكم باش يلتحقوا هاد المحطة الحاسمة، هادي محطة حاسمة، هادي محطة حاسمة. والسلام عليكم. كلشي معانا، كلشي معانا، كلشي تاح، كلشي معانا، اسمع الصوت ديالكم الشرفة. شوية 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 نبداو شوية. وهذا فساد، هذا فساد، هذا اجي تشوفه، هذا فساد، هذا فساد، هذا اجي تشوفه، وهذا فساد، هذا فساد، هذا اجي تشوفه، وهذا فساد، هذا فساد، هذا اجي تشوفه، وهذا فساد، هذا فساد، هذا اجي تشوفه، هذا فساد، هذا فساد، هذا اجي تشوفه. قطاع الطاكسي بطبيعه الحال جمعكم الشعارات يا امير الفقراء، دائما كنقول لكم هذه الاجواء هنا اجواء المطالب اللي بطبيعه الحال مطالب ديال قطاع يا امير الفقراء تشوفوا عدد كبير ويا صعيب هالشعل وغاد شعل ويا مسعول هالشعل